دكتورة ربا عبد المجيد، المدير اللوجستي لصيدلية باسل الجهرة. كل عام الكويت بخير. نهنئ الكويت حكومة وشعبا بأعيادها الوطنية. بهذه المناسبة نقدم لهم العمل الوطني الكويتي وينه. نطرونا 25 و 26 فبراير، عندنا هدايا مجانية توزع حق أي شيء تشترونه من صيدلية باسل. مشكورين صيدلية باسل على هذه الأغذية الجميلة. الكويتي وينه؟ انتظرونا إن شاء الله طالع عجب. من نادي الصحافة والإعلام نحييكم ونقدم لكم العمل الوطني الكويتي وينه. سعيدين باختيار صيدلية باسل الجهراء لنا لتنفيذ هذا العمل مع كوكبة من الأطفال الناجحين جنى الفيلكاوي، بدر العطوان، دانا وليد ورجاء البارون. كل عام والكويت بخير.